السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في قناة بروسوفت فيديو ده القناة. إن شاء الله النهاردة هيكون معانا إزاي تعمل لعبة إكس أو، تصميم وبرمجة لعبة إكس أو بلغة بايثون. إن شاء الله النهاردة هنستخدم برضو زي ما إحنا قلنا في الآلة وكده، هنستخدم النهاردة الكيوتي ويدجت، الكيوتي ديزاينر عفوا، هي دي شكل الإكس أو بتاعتنا. أنا صممتها قبل كده فمش محتاج أصممها تاني. ده السكور بتاع اللاعب الاول، بتاعت ده اللاعب الثاني. دي التسع بوتسون اللي احنا هنلعب بيها. زي برضو موضوع الاله الحاسبه، برضو هنروح على بعد ما تحفظ طبعا المشروع اللي هنا بتاع الكيوتي ديزاينر، هتروح على سيف اس، بعد كده تحفظه على الديسكتوب او في اي مكان مش مهم، تروح على الباور شيل هنا، نستنى شويه كده. جاب لغايه ما يجيب لك السي يوزرز محمد، بعد كده تكتب ايه؟ تكتب سي دي ديسك توب، سي دي ديسك توب، جاب لك الديسك توب. تكتب ايه؟ بي واي يو اي سي 4 عشان هنحول الملف بتاع الكيوتي ديزاينر لكود بايز عشان نقدر نعدل عليه ونضيف الفانكشن وكده. تكتب اسم الفورم بتاعك، انا كده كاتبها تيك تاك. ايوه تيك تاك، تيك تاك دوت يو اي كده داش او. بعد كده تكتب اسم الملف اللي هيطلع، اكتب جيم مثلا دوت بي واي، بعد كده تدوس انتر هيطلع لك الملف ده كده. انا مش هدوس انتر عشان انا عامله قبل كده. طبعا الملف ده اللي احنا مش هنعدي، احنا مش هنشتغل عليه، لا احنا بنورث منه او بنعمل انهيرتنس منه، بعد كده بنعدل عليه. فنفتحه كده، طبعا هيجيب لك بالملف بالشكل ده كده. باي محرر اكواد بقى براحتك انت، ممكن تستخدم اي محرر، ممكن تستخدم محرر الديفولت بتاع البايثون مش مشكله. نقفل كده الكيوتي ماشي. هتعمل ملف تاني زي ما احنا قلنا برضو في حلقه الاله الحاسبه، هنعمل ملف تاني بايثون برضو، ونعمل منه امبورت للبي واي كيو تي 4، بعد كده كيو تي كور، بعد كده بي واي كيو تي دوت كيو تي جي اي، بعد كده امبورت للسيس، بعد كده بنعمل فروم جيم امبورت يو اي اندرسكور فورم. الاسم ده الاسم بتاع الملف بتاعك، طبعا انت لازم تحفظ الملف ده في نفس مسار الملف بتاع البايثون اللي احنا طلعناه. كلاس كلاس المين، نورث منه الكي ويدجت، بعد كده اليو اي اندرسكور فورم، نعمل ديف انت، دي الداله او الكونستراكتور او المشايب بتاعنا، كيو ويدجت دوت اندرسكور اندرسكور انت اندرسكور اندرسكور اندرسكور، بعد كده تاخد السيلف، بعد كده سيلف دوت سيت اب يو اي، بعد كده تاخد السيلف. ومن هنا من تحت خالص، تعال ننزل كده تحت، نعمل اب بتساوي كيو ابلكيشن سيس دوت اي ار جي في، بعد كده نورث ناخد كي من المين، بعد كده بنعمل له شو، بعد كده هتطلع لك كل ال تطلع لك النافذه اللي انت صممتها. نطلع كده فوق، طبعا ده الكود اللي احنا هنكتبه دلوقتي، هشرحه لكم دلوقتي. تكتب ان ده ستارت البروجرام تو ذا جيم. هنعمل هنا ثلاث متغيرات، اول متغير ده السكور بتاع اللاعب الاول اللي هو الاكس، سكور اللاعب الثاني اللي هو البلاير 2، بعد كده بنعمل سيف دوت جيم بيساوي ده المتغير الثالث اللي احنا هنبدل منه. يعني ايه؟ مثلا لما احنا ندوس على زرار، يعني مثلا تعالى كده نشرح لكم بس البتاع، افتحها دي اللعبه بتاعتنا. لو انا اتخيل مثلا ان دي اللعبه بتاعتنا، ايه اللي هيحصل مثلا لو انا دوست على مربع او دوست على زرار منها؟ هيحول التكس الخاصه به الى اكس او او، مثلا زي ما انا قلت لكم المتغير اللي هنا ده اللي هو الجيم، لو هو اكس هيحط هنا اكس، لو هو او هيحط هنا او، وهيبطل تفعيل الزر. يعني تفعيل الزر اللي هو الانيبل بتاع الزر هيقول ديزيبل، عشان ايه؟ ما ينفعش ان انت تدوس عليه مره ثانيه. وهيبعت لدالة المعالجة. ايه دالة المعالجة دي؟ دالة المعالجة اللي هي هتقول ايه؟ لو مثلا لو الصف ده فيه اكس بس، الصف دي فيه اكس او الصف تحتيه فيه او، اللي هي الدالة اللي هي قوانين اللعبة بتاعت الاكس وقول عشان تكسب. الدالة دي بترجع اكس لو مثلا في صف او في اكس كله او في او كله، وبترجع او برضه لو في او كله بترجع او برضه. كده كده بعد كده بيعمل ريتيرن بقيمه فارغه. لو مفيش اي لاعب، لو لسه مفيش اي شروط من الشروط بتاعت اللعبه اتحققت، بيرجع لك قيمه فارغه، بعد كده انت بتكمل اللعبه عادي، بتدوس بقى على اي زرار تاني لغايه ما هو ايه، يجيب لك يعمل لك ريتيرن الاكس او ريتيرن الاو.
لكن لو كل الازرار معمولها ديزيبل، لو تفعيل كل الازرار متبطل وانت مفيش فائز، بيرجع لك بقيمه مثلا اسمها اول، بعد كده حسب القيمه دي الراجعه دي بيعمل شويه عمليات، الزرار ده بيعمل شويه عمليات، لو مثلا اوكس بيطلع له مسج بوكس فيها الاكس، فيها البلاير 1 كسب، لو لو الاو كسب بيطلع له مسج تانيه بيقول له بلاير تاني كسب. وبعد كده بيحول الاكس او قيمه الاكس اللي بتاعت الجيم دي، بيحولها لو هي اكس حولها لو، ولو هي او حولها الاكس عشان نبدل اللاعبين وكده. بعد كده بنعمل اراي هنا نحط فيها كل البوتنز بتاعتنا. انا طبعا انت بتقدر تغير البوتنز من الكيوتي ديزاينر، طبعا اعملها ايه، سيف دوت 1، بعد كده سيف دوت 1 اندر سكور 2، ده الزر الثاني، الزر الثالث، الزر الرابع، الزر الخامس كده. تحت هنا احنا بنربط الازرار بتاعتنا بالفانكشن اللي احنا هنعملها. انا هشرح بس فانكشن واحده، لان هشرح بس فانكشن الزرار واحد مثلا اللي هو الزرار الاول، لان كل الازرار برضو كل الفانكشن بتاعتها برضو نفس الحكايه وكده. طبعا الزر الاول ربطته بالاكس واحد، سيلف دوت اكس واحد، هيجي هنا الاكس واحد هيعمل ديزيبلد للزر بتاعه، هيقول سيت انيبلد فولس، يغير التكست بتاعته للجيم لو اكس او او كده. بعد كده بيبعت لداله المعالجه، هنروح لداله المعالجه كده نشوف ايه اللي بيحصل فيها. نسيف دوت اوبر اهي. ولو هندخل مثلا ندي الازرار بتاعتنا، ده الزرار الاول، ده الزرار الثاني، ده الزرار الثالث، ده الرابع، ده الخامس، ده السادس، السابع، الثامن، التاسع. بيجي هنا لو الزرار الاول التكست بتاعته باكس، والزرار الثاني باكس، والزرار الثالث التكست بتاعتهم باكس، يعني الحته دي كلها باكس، بيعمل ريتين لقيمة اسمها اكس. لو او نفس الحكاية برضو، لو او لو التكست بتاعتها او والتكست دي او والتكست دي او، بيرجع له الاو. نفس الحكاية برضو في كل الازرار، في كل الازرار يعني مثلا دي كده لو كلها اكس دي بيرجع اكس، لو دي كلها او بيرجع لها او. برضو انا عاملها هنا ايه، لو تلاتة وخمسة وسبعة، لو الزر التالت والزر الخامس والزر السابع باكس بيرجع له اكس، لو او بيرجع له او. طبعا هو ملوش دعوه يعني، مش بيرجع قيم مختلفه، لا هو بيرجع الاكس او الاو. نزل تحت كده هو بيمر على كل ده لغايه ما يلاقي القيمه بتاعته او القيمه الترو اللي هو بيلاقيها. والله لو لقى كل الازرار هنا كده ايه، اللي هو لو سيلف دوت 1 اندر سكور 2 دوت از انيبلد، خلي بالك في حاجه اسمها سيت انيبلد وفي حاجه اسمها از انيبلد. سيت انيبل يعني انت بتحط له، يعني مثلا انت عايز تفعل الزر سيت انيبل فولس ترو، قصدي كده انت بتفعل الزر از انيبل، ده بيرجع لك قيمه يا اما فولس يا اما ترو، لو ترو يبقى الزر معمول له تفعيل، لو فولس يبقى الزر معمول له اصلا مش متفعل. دي كل كده كل الازرار اللي عندنا، لو كل ده معمول له فصل مفيش، لو عدى كل ده ومفيش فائز بيعمل له ريتيرن القيمه اسمها اول، ده معناه ان كل الازرار متعمل لها ديزيبلد ومفيش فائز. لكن لو مفيش فائز وكل الازرار مش معمول لها ديزيبلد، بيعمل هي ريتيرن قيمه فارغه، ده معناه ان ايه، لسه ما وصلناش لفائز ولسه اللعبه مستمره. نطلع كده للاكس واحد، الاكس واحد بتاعتنا. طبعا احنا ايه بناخد من السيلف دوت اوبر، احنا بنقارن بالعمليات الراجعه منها او القيم الراجعه منها. لو السيلف دوت اوبر بتساوي اكس، اعمل كيو مسج بوكس نوعها انفورميشن، بعد كده حطها في السيلف، حطها في السيلف ده هو الكان او الواجهه اللي انت فيها، ده الالوان بتاعه تيك تاك، بعد كده بلاير 1 1 البلاير 1 كسب، بعد كده كيو مسج اوكي. بعد كده زود على السكور بتاع اللاعب الاول سيلف دوت بي 1، زود عليها واحد، واخد بالك، وغير السيلف دوت بلاير 1 دوت سيت تكست، ده طبعا ده ال تعالى كده شوف فين، ايوه طبعا هو ده شكل الفورم بتاعتنا انا كده هنا فين راحت فين، ايوه ست سيلف دوت بلاير 1 بلاير 1 ده اسم او النيم بتاع الكائن ده اللي هو الليبل دي، بيعمل له سيت تكست للمتغير بتاع سيلف دوت بي 1، طبعا هنحول له استيار الاول. بس كده في فائز، خلاص احنا كده ايه وصلنا لفائز. نعمل ايه، بنلف كل الاري اللي احنا عملناها، واخد بالك، الاري اللي احنا عملناها دي اللي احنا حطينا فيها كل الازرار، بنلفها كلها، بنعمل لكل زر فيها سيت انيبل، بعد كده سيت تكست فاضيه، يعني نعمل كلير للسيت تكست بتاعتها، نعمل سيت انيبل هنا للترو طبعا، بعد كده ايه نعمل 4 اكس ان رينج 0، وعد الاليمنتس اللي جوه السيلف دوت بوت اللي اختصار لبوتونز، نخش جوه اعمل كل زر سيت انيبلد،
اليف لو السيف دوت اوبر باو، اعمل نفس الحكايه برضو تختار بس في البلاير 2 1، بعد كده السيف دوت بي 2 بتزود عليها برضو، بتعمل للبلاير 2 اللي هو السكور بتاع البلاير 2 بتزود عليه، بعد كده تحطها في الليبل بتاعت البلاير 2، وبرضو بتعمل نفس الحكايه بتعمل انيبل كل الازرار. لو قول لو كل الازرار معمول لها ديزيبلد وما فيش فايز، احنا بنعمل ايه؟ 4x بنعمل انيبل كل الازرار، بعد كده بنحول التكست بتاعتها لحاجه فاضيه، يعني ايه لسه اللعبه مستمره، لسه ما حصلناش على فايز. ايه الصغير ذلك؟ يعني مثلا ايه، انا دوست اكس ولسه اللعبه مستمره. خلي بالك خلي بالك، كل ما ادوس على زرار الداله دي بتتنفذ. الاكس غير ذلك غير السيلف دوت جيم، لو هي باكس غيرها الاو، ولو هي باو غيرها باكس، عشان نبدل بين اللاعبين ونبدل بين التكست اللي هتظهر. فلو احنا مثلا خلي بالك هي نفس الحكايه برضو، هنا ما فيش اي اختلاف. لو كان عملنا كده رن، استنى شويه، ظهر قدامنا كده يا جماعه. فلو مثلا هنكتب ايه، هنكتب اكس هنا، ندوس اكس او اكس او اكس بلاير 1 كسب، دوس اوكي، زود على البلاير 1 بتاعتنا 1. طبعا الكسبان هو اللي بيبدا الراوند اللي بعديه. مثلا نحط هنا اكس او اكس او اكس بلاير 1 زاد على البلاير 2 2. ولو مثلا نخلي الاو هو اللي يكسب المره دي، نخلي اكس او اكس او اكس او بلاير 2 ويزود على البلاير 2 1. ولو مثلا نحط هنا على كل الازرار هنا، مثلا ايه، نحط هنا او اكس او اكس بلاير 2، اسف يا جماعه، بس اكس او قصدي الاو هو اللي بيبدا في الراوند اللي بعديه، اكس او اكس او دي الليلة السودا. طب اكسب ازاي؟ طب انا عايز اقفلها. اكس قصدي او اكس او، طب نحاول نقفلها اكس يا او اكس او اكس. زي ما انتم شايفين يا جماعة اخيرا اتحلت، دوست على اخر اخر زرار بيعمل انيبل لكل الازرار، وبيحاول التكست بتاعتها لحكمها فارغه. وخلي بالك لسه السكور بتاعنا، لسه اللعبه مستمر، لسه ما خلصتش. طبعا انت ممكن ايه تضيف لها سكور معين، مثلا للعبه، مثلا لو وصل لسته، لو وصل لخمسه، وصل اللي انت عايزه، برده تعمل المتغير برده نفس الحكايه، تطلع كده برده في داله الانت وتعمل متغير هنا، وفي كل زر تقول له ايه، لو البي 1 او البي 2 بتساوي مثلا القيمه او المتغير اللي انت عملته في الاول، قول له اللعبه انتهت وما تكملش خلاص، اعمل اكزيت للعبه، او موسم ممكن تكمل تعمل كلير للكل، او كلير لكل السكور، سكور اللاعب الاول وسكور اللاعب الثاني، وتعمل انيبل كل الازرار، وتعمل انيبل برضه لكل، تعمل ست تكست لكل الازرار قيمه فارغه. ده كان فيديو النهارده يا جماعه، وارجو ان الفيديو يكون نال اعجابكم. معلش الفيديو كان طويل شويه، 13 دقيقه وشويه، معلش، بس كان لازم اشرحه كده عشان ايه، لسه الكود طويل، انا شرحت لكم حته بسيطه بس منه. نفس الحكايه برضه، مش ايه يعني، مش هتختلف خالص كمان في كل الازرار، اكس 7 اكس 8 اكس 9 لغايه ما توصل في الاوبر. نلقاكم في درس اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.